فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أرسل مبلغا من المال إلى والدتي في بلدي، فهل يجوز أن أعطي شخصا مقيما هنا أعطيه بالريال السعودي على أن يعطي وكيله في السودان بالجنيه، ويكون هناك فرق بعضا من الساعات؟ وإذا كان لا يجوز فما الطريقة الشرعية؟ والله هذه مسألة مهمة وكثيرة عند العمال الآن، يقولون: ماذا نعمل؟ نعطي نقود هنا وتصرف هناك، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، فما حصل التقابض في المجلس ونحن نضطر إلى هذا. والله مشكلة، هي لا تزال مشكلة ولا وجد لها حل إلى الآن. ولكن لو اشتريت النقود السودانية أو غيرها في بلدنا ثم أرسلتها مع واحد أمانة يوصلها، يكون تخرج من المحذور. أما أنك تعطيه دراهم تصرف له هناك، هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يدا بيد سواء بسواء، خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن قد يكون هناك مخارج للضرورة، الله أعلم، تحتاج إلى تنبه في هذا الشيء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.